هو المشروع استثماراته عاليه تمام، عشان الاستثمارات العاليه دي حتى الدوله ما تقدرش عليها. يعني عايزه واحد يعني يوم ما يبدا يكون في جيبه 6 7 8 مليون جنيه، 6 7 8 مليون جنيه على المستوى الاستثماري كلام فاضي على فكره يعني. انما على مستوانا احنا يبقى الحل الناس تعمل ايه؟ زي شركات مساهمه، شركات مساهمه كل واحد يخش، انا معايا 1000 جنيه السهم ب 100 جنيه هخش ب 10 اسهم، الراجل ده معاه 100000 هيخش ب 10000 سهم وهكذا. وفي المنتج لما يزيد العدد بتاع الناس في الشركه المساهمه كل واحد ليه فكره. صحيح ان الانتاج انا ساعتها هقول لك انا ديكتاتور في الانتاج، يعني عشان حاله يعني انا هبقى مسؤول وامين على حاجتك، انما حته الحسابات والكلام ده انا ماليش دعوه بيه. يعني انا بتكلم على ايه؟ ديكتاتور في دول، يعني محدش يقرب لدول. ليك عليا ان انا قلت لك يوم بقول لك انا هطلع 4 طن ثق ان انا هطلع على 6 طن ان شاء الله، بس في على الاقل لازم اقول ايه؟ اقل كلمه من اللي كمان، عشان ما ودي حصلت مع شركه امريكيه يعني، وقعد يسالوا انتوا ازاي بتطلعوا انتاج اكتر من كده؟ تروحنا بنخرج معانا حاجه في جبنه، بس انا زارع 4-5 صحوات قدر خد مات مني. نعم. طبقات مني انا شغال معاك على الستاندر العالمي. الستاندر العالمي بيقول ايه؟ انت بتجمع الحوض لما بيوصل التركيز بتاعه 7/10 الى 1 جرام في اللتر. انت لقيت عندي 2 جرام في اللتر والحوض فيه 800 متر مكعب، وانا اخد 800 متر مكعب في جيبي وامشي؟ لا، فانا بامن نفسي، جت زياده هاخد منك بونص، حصل فشل في حوض الحوض الثاني هغطيه، وده وارد. وارد، بس هو الحمد لله يعني نسب الفشل في ضعيف وكل حاجه. من 2005 لغايه النهارده ما حصلتش معايا، الحمد لله ما شاء الله. انا بطلب اقول يا دكتور على اساس فلما يبقى مثلا مجموعه شركاء مع بعض، في اداره ماليه ليهم وفي اداره علميه ليهم، احنا شغلتنا الاداره العلميه، هنرجع باكثر من كده وهنكتب رقم ونقول ده هيحقق مكسب 10 9 حقق 9، احنا بنقول للناس احنا ندفع الفرق. يعني لان الحمد لله الموضوع يعني لما اكون مصر شغاله في الطحالب من سنه 78، محطه الطحالب دي موجوده في المركز القومي للبحوث من سنه 78، محدش يعرف عنها حاجه، ومحدش يعرف عنها اي حاجه. فين انتاجها؟ انتاجها موجود، ما هو انتاجها قدام سعادتك اهو، 4-5-10 انواع من الاسمده، شويه مجموعه من الاغذيه، احنا بنطلع منها كل ما تتخيله ناقص الجاكيت ده بس، انما مطلعين منها الكحول، مطلعين منها السولر بتاع العربيه، مطلعين منها الادويه، مطلعين منها صبغات، مطلعين منها علف للسمك، علف للدواجن، ادويه بيطريه، مطلعين منها اسمده، كل ما تتخيله في الطحالب ناقص حاجه واحده بس اللي هي البوليمرز او الالياف اللي هي تطلع منها الجاكيت ده او حته البلاستيك. في حاجات زي كده بتطلع من الطحالب بوليمرز، كل ما تتخيله يطلع من الطحالب. السيراميك الحيوي العظم اللي اتكسرت عنده عظمه دوت، بدل ما يحط عظمه جمل او عظمه خنزير، دلوقتي بتطلع، مش دلوقتي، من التسعينات بتطلع من الطحالب، انواع معينه من الطحالب. الطحالب دي يعني انا قلتها للمهندس محلي بيوم عيد العلم في 23/12/2015، دي مستقبل الدول اللي زي حالتنا، بمعنى اصح انت بتنتج من الميه والهواء. ده نبات عايز ثاني اكسيد مدخلك بسيطه، وعايز مخرجات عاليه القيمه، بيثبت ثاني اكسيد الكربون قد النبات 40 مره. يعني لو النبات خد كيلو كربون من الجو ده بياخد 40 كيلو ما شاء الله. النبات عايز ارض خصبه يزرع فيها، ده عايز ارض اي حاجه، النبات عايز ميه معانا زي ما قلنا دلوقتي. لا ده اي ميه تشغله، انا بشتغل من 3000 لا مش من 3000 جزء، انا عندي طحلب بينمو على 7 بي بي ام. 7 بي بي ام يعني ايه؟ 7 جزء في المليون، 7 اللي هو الانفوره اللي بره ده، اللي عشان كده بطلنا سبايرولينا وبطلنا الكلام ده كله، هو بينمو على 7 بي بي ام. 7 بي بي ام يعني شويه ميه من اغبشين، ميه الحنفيه انضف منها، وبينمو عليه وزي الفل، فما بيكلفنيش، بنتجه طول السنه. الزرع ليه وقت معين، ملوش امراض، ملوش مبيدات حشائش، ملوش ملوش ملوش. التغذيه بتاعته ارخص من النبات 4-5-10 مرات. العماله بتاعته يعني اعتقد انت في الارض العاديه لو عندك مزرعه 3 فدان هيبقى فيها كام عامل وكام غفير؟ اقل حاجه 3. اقل حاجه 3. دي الثلاثه فدان او الاثنين فدان كزراعه طحالب هم 2، كتصنيع طحالب ممكن 2 او 1 معاهم. لكن كلمه تصنيع طحالب ده معناها شركه، معناها كيان ومصنع، مش حاجه سهله يعني. يبقى انت لما بتعمل مشروع زراعي صناعي مكلفك 3-4-5 افراد، كلام الفدان العمليه محسوبه اصلا، يعني ايه محسوبه قوي. الفدان يوم ما هيضربوا الدم وهتدفع الكهرباء والميه استثماري، الفدان هياخد منك 4000 جنيه في الشهر كهرباء وميه. هياخد منك عماله حوالي 12000 جنيه، يعني لما نيجي نحسبهم كده بتصرف 16000 جنيه من الفدان ده. هتيجي تصنع الفدان ده اسمده يرحمكم الله، هتلاقي التصنيع بتاعك الانتاج بتاعك لسه انا قايل دلوقتي من 6-10 طن، خلينا بنتكلم في 6 طن، خلينا بنتكلم في 5 طن، لما فدان هيديني 5 طن اسمده. والحمد لله النو هاو بتاعنا والسمات بتاعنا
سعادتكم فيه في مصر اكتر من 20 مركب سماد، بيبدا سعره من 80 جنيه ل 1000 جنيه. اللي شرفنا في المركز القومي للبحوث ياخد عينه هديه ويجيب ال 20 نوع اللي في السوق ويجربهم، اذا جبنا زيهم بس ما ياخدش مننا. وبنقول له حاجه اهم من ده كله بقى، انا لسه الدكتور وائل سالني دلوقتي، اي حد بيزرع من انا ما اعرفش في حد هنا زراعي ولا لا، بيزرع ارض ولا لا، مش شايف حد. لا فيها لا فيها ده. اللي بيزرع دلوقتي كله بيعتمد على ايه؟ حطوا منشطات جذور، حطوا احماض امينيه، حط سيتوكينين، حط عناصر صغرى. انا بقول له وانت بتشتغل بالسماد ده امنع الاربعه دول من الارض عندك، واحسب تكلفتهم، قول هتستخدم في الموسم كيلو عناصر صغرى ارخص كيلو ب 60 جنيه، كيلو احماض امينيه ارخص كيلو محترم ب 30 جنيه، سيتوكينين السيتوكينينات الكيلو بالافات، فانت بتشتغل جرامات صغيره، يعني لو حطينا لكل فيجر 30 40 50 جنيه هتلاقي فلوسك معاك. الاهم من ده كله انت ده رش ولا في الميه؟ الاثنين، بس مش ميه غمر. ايوه حقن تنقيط يا رش. الاثنين فوق كل ده وده، ودي شركات كبيره اللي عاملاها. انا ما بتكلمش باسم المركز القومي للبحوث، ان لما اقول المركز القومي للبحوث يعني ايه عامل تجربه جوه المعمل او جوه الصوبه ومحدش شايفني. لا انا ما ينفعش ان انا اقول اسماء شركات، وشركات كبيره قوي بتوفر من 25 ل 50% من اسمده العناصر الكبرى. تخيل بقى حضرتك لما تكون بتزرع فدان موز، النهارده الموز على الشجره ب 4 جنيه وهو متكلف الفدان 90000 جنيه. لما اقول له وفر 25% من البوتاسيوم، بوتاسيوم بس 25% من البوتاسيوم، يعني يوم يقول انا ما وفرتش، وفرت لي 20 او 25000 جنيه. في خلال 3 4 كيلو هتاخدهم ب 1000 جنيه للفدان طول العروه. تعالى ازرع في ارض مالحه، ازرع على ميه مالحه، تعالى في ليله صقيع ورش النبات، ليله يكون التلج على الارض ورش النبات بالليل واتفرج على نمو النبات الصبح. الاهم من ده كله وبيني وبين يعني الحكايه دي ربنا، والله العظيم ما موجود عليه اي حامض اميني او فايتو هرمون او مبيد صناعي، والله العظيم ما عليه اي حاجه من دول صناعي. والدليل على كده انا هقف اصنعه قدامك، كنا بصنعه اكله لان هو غذاء، بس انا عامل فيه عمليه صغيره بحيث ان انا الطحلب ده عباره عن بيضه، اي خليه في الدنيا عامله زي البيضه، انا لا انا ولا انت ولا اي حد يقدر يرجع على البيضه دي سليمه، فلازم الاول اكسر قشره البيضه اللي هي الجدار الخلوي بتاع الطحلب، يبقى لازم اعمل معامله اكسر الجدار ده، وبعد كده اخرج المكونات دي. النبات يا اخوانا مش محتاج بروتين، النبات لو خد بروتين هيضيع، يا اما اصابه فطريه وفيروسيه وبكتيريه، يا اما اصلا النبات هيوصل للهزال يعني او يقول له يسرود، يبقى النبات عامل زي العيل اللي مش متاسي، يبقى النبات عباره عن خضار طويل على الفاضي لكن ما فيش جدار خليه، نمو طويل على الفاضي لكن مش هتاخد منه كمان محصول، حتى لو النبات كمل دوره حياته مش هتاخد منه محصول، لا هيزهر ولا هيعقد ولا هيعمل الكلام ده كله. فلازم ما اديش النبات بروتين، انا ادي له احماض امينيه. الاحماض الامينيه المشكله اللي في مصر هنا ان دي قاعده علميه، هي نوعين من الاحماض الامينيه، فيه ال وفيه الدي. الدي ده مصدره حيواني والال مصدره نباتي. المصدر النباتي يعني فول صويا، يعني فول بلدي او طحالب. طبعا ما اقدرش اجيب فول صويا وفول بلدي واطلع منهم والباقي هيترمي، يعني هطلع منه احماض امينيه والباقي هيترمي. فظهرت في مصر من 10 سنين كده ناس يعني ربنا يهديهم بيجيبوا الجيلاتين، الجيلاتين ده بروتين حيواني اللي هو الغيره، ينمى عليه نوع من الفطر، يروح الفطر محلله ولا تنمى عليه فطر ولا اي حاجه، سيحه في شويه ميه وحطه على السطح بتاع البيت يومين ثلاثه وهيعفن، ده كده الفطر نام عليه. الفطر لما نام الفطر النبات كون شويه احماض امينيه بتاعته اللي هي ال، لكن الاحماض الامينيه اللي اتكسرت دي الجيلاتين لما تحلل اداني احماض امينيه، ادى احماض امينيه من النوع دي، يروح وزاره الزراعه يروحوا مغمضين عينيهم عن الحبه دي ويقول لك اه ده في 2 3% احماض امينيه ال، يروح الحامض الاميني ده او الخلطه دي يرشها على النبات او يديها للنبات، النبات اصلا ما بيتعرفش على الدي، ولو اتعرف على الدي بيوصل النبات لمشاكل كثيره جدا منها الشيخوخه والكلام المبكره، ولو وصل والعياذ بالله للبني ادم بعد كده بيعمل له مشاكل في الكيليا والكلام ده كله. نسبه البروتين كام في الطحالب الصناعيه؟ هي دي بقى والله احلى سؤال سمعته. احنا اول ما اشتغلنا طحالب، انا نفسي اشتغلت طحالب من سنه 85 في المركز القومي للبحوث، قبل مني كانوا شغالين من سنه 78 بخبره الماني وبتدريب الماني. فاول ما اشتغلنا كانوا شغالين سبيرولينا، سبيرولينا كام في الميه يا اخوانا؟ 72% ده اللي بينشر في الكتب، وبعد كده المصريين قالوا 60% لكن الحقيقه هو ما بيزيدش عن 45 50% بالذات في القدر اللي بره. فاشتغلنا سبيرولينا، احنا شغلتنا بحوث، ما
مش انتاج. من شغلتنا نجرب الكولوريلا والسبيروينا والسندزماس والنانو والهيماتروجاس والدونيلا، كل الانواع اللي قدامنا. فاحنا بنقتل دي في البحث ونروح داخلين على واحده ثانيه، داخلين على واحده ثالثه. فخلصنا السبيروينا خلاص هرسناها، رحنا داخلين كولوريلا وسندزماس، الاثنين زي بعض بالظبط، فرق في الشكل، التركيب الكيماوي والعيله والاحتياجات الغذائيه، توأم مختلف في الشكل بس. لقينا السندزماس والكولوريلا مدي احسن من السبيروينا. طب يا اخوانا العلم بيقول ان دي 70% بروتين ودي 50% بروتين، يعني المفروض الاحماض الامينيه هنا 70 والاحماض الامينيه هنا 50، يبقى ده احسن. ما خدناش وودينا في بالنا، بس ايه ما عرفناهاش تفسير. لحد واحنا شغالين كده، طبعا جربنا بعدها طحالب ثانيه في الخمسينات، في 50% بروتين يعني، مش في الخمسينات 1950. لحد ما ربنا اكرمنا بتحلب كده، كنت لسه بقول لمجموعه من الزملاء عليه شغالين. احنا شغلتنا ان احنا كل ما احنا ماشيين لو لقينا حته فيها ميه خضراء او ميه حمراء او ميه صفراء ننزل ناخد عينه ونروح المعمل نشتغل عليها. لقينا طحلب كده بيدي ظواهر غريبه، الصبح يبقى اخضر، بالليل يبقى بني، بعدها يبقى اصفر، يقرب على اللون الاحمر. دي بقى تخلينا نسيب الدنيا كلها ونجري ورا. خدناه اشتغلنا عليه 3 4 5 سنين، طلعنا منه منتج اديناه لبعض الناس، زملاتنا اللي بيشتغلوا على البشري واللي بيشتغلوا على الدواجن واللي بيشتغلوا على الاسمده، جربوا ده خلطه جديده من السبيرولينا، خدوها قالوا شغلك اتطور قوي يا دكتور. قلت لهم على فكره دي مش سبيرولينا، ده طحلب جديد لسه ما نعرفوش حقيقه. ما نعرفش شغلتنا، احنا بنطلع الطحلب ونوديه بعد كده اماكن يقولوا لنا اسمه ايه، في ناس بتاع التعريف، في ناس بتاع التقسيم، في الكلام ده. قالوا لنا الطحلب ده اسمه انفورا كوفي فورمس، موجود منه في مصر، موجود منه في مصر 8 سلالات. خدنا السلاله ديت قعدنا نشتغل عليها، عايزين نعرف ايه السبب. يعني احنا لغايه النهارده احنا قلنا 70% ال 50 اديت احسن. بدانا بقى نحلل الطحلب ده، لقينا فيه 23% بروتين. الله، ده 70% ال 50 اديت احسن، ال 23 اديت احسن، في سبب احنا مش عارفينه. مع الشغل بقى لقينا حاجه اسمها السكرات العجيبه، البوليساكرايز. البوليساكرايز اللي بتوع الزراعه اللي كانوا بيشتغلوا زمان، وبتوع التيشو كلتشر زراعه الانسجه، المركب بتاع الكيتوزان اللي كان بيجي زمان، اللي كان بيطلع من قشر الجمبري والكابوريا، ده نوع من البوليساكرايز. البوليساكرايز لما باجي اغذي النبات بالذات في اللي هي الرش اللي على الورق، العناصر المعدنيه موجوده في التربه النبات مش قادر ياخدها، في كربونات كالسيوم عاليه، في بي اتش مش مظبوطه، في ملوحه عاليه، العناصر المعدنيه متثبته جوه التربه. فظهر في السبعينات تكنولوجيا ان انا ارش على الورقه اللي هي التغذيه الورقيه. التغذيه الورقيه ورقه النبات عليها شحنه سالبه، العنصر اللي انا برشه يا اما موجب يا اما سالب. لو العنصر سالب هيتنافر مع الورقه مش هتستفيد بيه، ولو العنصر موجب هيتلزق على الورقه مش هتستفيد بيه. فظهرت التكنولوجيا ان انا اعمل حاجه اسمها التخليب. التخليب يعني ايه؟ في حاجه اسمها الاديتا بتوع الزراعه كلهم عارفينها، وحتى في مرضى حديد المخلل، مرضى جزء كبير قد كده بياخد ذره عنصر واحد بس، يعني جزء الاديتا كله ياخد ذره حديد، جزء الاديتا كله ياخد ذره واحده، مش جزء يعني حاجه لا تذكر. سعرها النهارده الطن ب 110,000 كيلو، ب 110 جنيه. بيعمل التخليب، بيروح ده واخد العنصر مخلبه. كلمه تخليب يعني ايه؟ يعني رابطه كيماويه خايبه ضعيفه، اقل حاجه تفكها. ايه اللي بيربطها؟ الحموضه الواطيه او القلويه العاليه عند بي اتش 8 9 10 11 وعامل التخليب. اول ما لغى الشحنه بتاعته يبقى كده يقدر يخش جوه ورقه النبات. اول ما دخل ورقه النبات العصاره بتاعت النبات حموضيه شويه او متعادله، اول بي اتش ما تنزل يروح العنصر فاكك. وزي الاديتا الكبير ده اللي واخد ذره واحده لما بيخش جوه النبات عشان يشتغل، النبات هيكسره. لما بيكسره بيطلع حاجه عامله زي طعم البلح المر اللي لسه صغير، اصل دايد وفورمال دايد، والاثنين بيوصلوا النبات للشيخوخه بدري، وبالذات في حالات زياده عنصر الحديد. يعني مش مستحب قوي ان الناس تقول لك ايه ادي حديد والكلام ده كله. في مصر لا يوجد واحد في المليون سماد مخلف في مصر. المكان الوحيد اللي بيخلف في مصر وحدة العناصر الصغرى بتاع الدكتور الفولي أستاذي، هي اللي بتخلب عناصر، والوحدة المكنة جاية من ألمانيا والنوها جاية من ألمانيا. إنما اللي بيحصل كالآتي، إن كله بيخلط كيماويات مع بعضها، هو عليه إديتر بس الشروط بتاعة التخليب ما حصلتش، لأنها في مكن وخطوات كذا، هو خلط ميكانيكي بتجيب كله على بعضه وتقول ده مخلف. يبقى أنت بتخسر 110,000 جنيه في الطن على الفاضي، اللي في طن الإزازة ده ملوش أي لازمة. طيب إحنا بنخلب على إيه؟ أو مش أنا، الطحالب بتخلب على إيه؟ إحنا لسه دلوقتي بنتكلم على السكرات العديدة. السكرات العديدة دي اللي منكم نزل الغيط بيلاقي حاجة اسمها بذرة الشبيط.
حته بذره قد كده قد نواتي الزيتون وكلها شوك. البوليسكرايد ده عامل زي الشبيط، هي نوايا صغيره عليها الاشواك، كل شوكه من دول تساوي جزئيه دي ثانيه، وسعرها في الارض بملاليم. يبقى انا اخد الايديتا ولا اخد البوليسكرايد؟ لما اجي اخش جوه النبات، البوليسكرايد هو النبات اصلا عايز ينتجها. طب بينتجها للنبات، احنا قلنا ان هي شحنه، لما بيجي له فيروس يخش جواه، الفيروس ده بروتين، يعني عامل البروتين، يعني فيه الشحنه الموجبه وشحنه السالبه الاثنين، يعني يقلب هنا ويقلب هنا، الخاصيه الانفطريه، في شحنه موجوده وفي طحلب موجود وفي بوليسكرايد موجود وفي فيروس موجود، تروح لقط الفيروس. انت الحرامي دخل البيت عشان يسرق واللي في جيبك، انت مسكت جيبك، اجري بقى في الشقه زي ما انت عايز. الحرامي الفيروس دخل الخليه، هو لقى حاجه مسكاه، الفيروس بيخش الخليه بيوظفها لحسابه ويبدا يتضاعف ويتكاثر جواه. يقول لي سعادتك ايه، انت اكلت البيض وعندك برد ظهر الفيروس. الفيروس ملوش علاقه بالبيض، هي كل القصه انت لما اكلت البيض البروتين بتاع الدم زاد، فانت اديت فرصه للفيروس انه يبني من البروتين ده لنفسه زودته. طب انا هاكل بيض ومعايا البوليسكرايد، لكن الفيروس اتمسك، كل بيض كل سمك اي حاجه خلاص القصه انتهت. بقت العملية عملية أمنة وصحية قوي، إن أنا استخدام البوليسكرايد والمركبات دي أفضل 100,000 مرة من الكيماويات. حضراتكم قولوا بقى، عملنا بقى منه حاجات مكونة للنباتات، يعني حاجات مكونة للنباتات، طبعاً أنت أكاديمي واخد بال حضرتك. لا أنا مش أكاديمي على فكرة، هو صنايعي طحالب، هو واحد ده أستاذ. حضرتك يعني تعرفنا بنفسك بعز بس يا شباب. أستاذ دكتور أبو الخير بدوي السيد، رئيس قسم تكنولوجيا التسميد المركز القومي للبحوث ورئيس وحدة بيوتكنولوجيا الطحالب. ما شاء الله. هو المركز القومي كل ده اللي يهمنا يا دكتور، اللي يهمنا يا دكتور هي النتائج اللي هنحصل عليها. يعني مثلا في حاجتين أنا عايز أسألك فيهم بس. ثمن